السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدامير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية. اليوم جيتكم بوصفة رائعة جدا. هذه الوصفة خاصة مشكل يعاني منه الكثير صغار وكبار. هذا المشكل هو الثقلين، يعني الثالون اللي يجي في اليدين ولا في الوجه، وخاصة يعني يجي في الرجلين، وخاصة يعني كذلك يجي على شكل مسامير في اللحم الميت تاع الرجل. هذا كامل يعني ثقلين. ثالون يسمى ايضا يعني بالثالون، احنا نعيطوا له يعني ثلال بالدارجة تاعنا، واحد الامراض يعني الجلدية الفيروسية، حيث يسببها يعني فيروس HPV الذي يصيب الطبقة الاولى من الجلد، وهو عبارة عن تورم جلدي، يعني ما يدير والو، ما فيش ألم ولا في حاجة ولا يقتل ولا ما فيه والو، غير يعني تورم جلدي ويجي في الجلد تاعنا، ولكن ديرونجينا والمنظر تاع الجلد تاعك يولي يعني مقرف ونكره منه. هل هذاك نلجؤوا باش ننسوا هذا التآلي؟ ويظهر الثالون بعدة أشكال وأحجام، يكون ذا يعني ملمس خشن لونه باللون الجلد يعني كما الجلد عادي، ولكن في الأحيان النادرة يكون ذا لون قاتم وملمس ناعم، كما أنه يعد من الأمراض المعدية. الثالون كذلك يعدي من الملابس، من كل شيء يعدي الثالون. على هذاك اليوم يعني أعطيتكم وصفة، غادي نعطيكم وصفة عفوا رائعة جدا وطبيعية 100% للقضاء على الثقلين نهائيا في 4 أيام أو 5، يعني قادرة في أسبوع كامل تتهني من هذا التقاليل تاع الابن تاعك ولا اللي في كتيا ولا في الزوج تاعك ولا اي يعني اي عمر يكون فيه التقاليل. هذه الوصفه خاصه به، وصفه طبيعيه 100%. ولكن قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا، نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد القناه ان يشترك فيها، يضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظه تنزيل الفيديو الجديد. اول مكون راح نستخدموه وهو البصل الاحمر. لازم تستعملوا يعني البصل اللي يكون اللون تاعو احمر، لان البصل الاحمر يعني مليح بزاف بزاف في هذيك يعني في واحد الحراره، هذيك الحروريه تاعه هي اللي تقضي لنا على الثقالين، يعني تحرقهم من نظر بوحده. كي تشوفوا هذا البصل تاعكم يعني حرقكم في عينكم كي تنقوه ويكون حار بزاف وفيه الماء بزاف، عرفوا هذا هو البصل المناسب يعني للتقاليل. البصل الاحمر كما تعرفوا مليح للكحه، مليح للحمى، مليح يعني عنده فوائد كثيره على البصل، خاصه يعني البصل الاحمر راه متواجد يعني في هذه الاوقات يكون متواجد البصل الاحمر. يعني في وقت الربيع يقل شويه، ولكن تقدروا تسيبوه عادي. انا استعملت هذا البصل، راح نستعملوه هنايا الماء تاعه فقط، يعني البصل هذا راه معمر، ما يجي معمر بزاف خاصه كما قلت لكم الاحمر. ونعطيكم نصيحه كذلك، يعني البصل الاحمر استعملوه للحمى، خاصه الناس اللي هاد الاوقات يعني تاع الشتاء راه يجوا فيه الحمى بزاف الاطفال، والبصل دائما يعني هو المنقذ الوحيد للحمى تاع الاطفال تاعكم. ما راحش كيما نقولوا هذه النصيحه لازم تاخذوها بعين الاعتبار، انا نستعملها بزاف وتفيدني بزاف. المهم نجاو حنا يعني الوصفه تاعنا تاع اليوم، وهي الثقالي ولا الثالون كيما تحبوا سموه. هذا البصل كيما قلت لكم انه حار بزاف ويقضي لنا على الثقالين يعني ضربه واحده. حنا راح نقصوا منه نصف عادي، نحتاج ربع فقط، نحتاج كمية يعني قليلة من البصل. كما كم تشوفوا هذا هي البصل الأحمر، شوف كيفاش يجي معمر ماء ما شاء الله عليه، هذا هو ويحرق في العينين، يعني غير تبدأي تنقي فيه تبدا الدمعة تطيح لك. هذا هو البصل يعني اللي فيه الفايدة، خذا للكحة، للكحة ديروا فيه السكر وتخلوه يطلق الماء تاعه. بالنسبة للحمى كما قلت لكم ديروا شرائح منه وديروه في الجوارب مع الخل. راح نربو البصل تاعنا كما راكم تشوفوا، نحنا ربيه هكذا يعني ربي، لازم تكون العيون تاعو حرقاك بزاف باش يتعصر لنا كامل الماء تاعه تاع البصل. وندو كذلك هذوك اللي ربيناهم يعني زوائد تاع البصل تاعنا اللي ربيناهم هذو كما راكم تشوفوا. انا راح ندير ربع فقط من البصله تاعي، كبيره بزاف. هذه الوصفه يعني مفيده جدا،
خاصة يعني البصل، البصل عنده فوائد كثيرة، يعني تقدر دير أي حاجة راح يفيدك. نرجع للمكون الثاني وهو الثوم. الثوم يعني فائدة تاعه عظيمة للثقليل، مكاش وصفة يعني ما ديريش فيها ثوم وديريها للثقليل، لأن الثوم هو القاضي الوحيد على الثقليل، يعني ضربة واحدة ما يزيدوش يرجعوا لك ابدا الا درت لهم الثوم. انا نستخدم يعني 3 فصوص فقط كما راكم تشوفوا. هذا الثوم احنا راح نربوه كذلك وراح نستخدموه يعني مع البصل، يعني راح يعطينا يعني فائده تاعو كبيره بزاف بزاف، يحرق لنا كامل هذوك الثقلين، حتى يحرق لنا هذوك يعني الجذور اللي تاع اللي يبطل الجلد بالثقالين، هيحرقهم كامل وينحي لنا الثقالين اللي راح يطهروا لنا بالخف، يعني كما قلت لكم هذوك غير زوائد جلديه، وكي ينقطعوا يعني يا غير ينقطعوا صايي ما يزيدوش يرجعوا، خاصه بالثوم. يعني الثوم اللي فيه الثقالين نصح بهذه الوصفه، يعني وصفه ناجحه 100%. راح نقي هذا الثوم تاعنا كما راكم تشوفوا، هذا هو الثوم يعني راح نقيه كامل، ثم نبدا نربي فيهم. كما قلت لكم انا استعملت غير 3 فصوص، نربي هذه الفصوص على البصل اللي استعملناه. هذه الوصفه يعني ناجحه، سبق من درت لكم وصفات وقالوا عليهم يعني ناجحين. هذه الوصفه كذلك يعني اللي ما نجحتش الوصفه الاولى راح تنجح له هذه الوصفه تاع التقاليل، لانها فيها البصل، البصل كذلك يساعد بزاف على نزل التقاليل. والثوم كما قلت لكم 100% راح ينزع لنا التقالي تاعنا، كي نزيدو معاه البصل حرق لنا كامل التقالي تاعنا. راح ندخل كامل هذاك الثوم في الماء يعني تاع البصل. نرجع للمكون الثالث والاخير وهو يعني خل الليمون، راح نستعملو هنا مره كما اللي قلت لكم الوصفات اللي فاتوا نستعملت فيهم خل التفاح، انا حنا نستعملو خل الليمون. كما تعرفوا ان الليمون عندها فوائد يعني عظيمه للبشره، كذلك عندها فوائد القضاء على الجلد، يعني هذوك الزوائد الجلديه اللي هما التقاليل، راح يحرق لنا كامل هذوك التقاليل وينحيهم من الجدره تاعهم. يعني مكاش يعني وصفه بدون يعني خل. الخل هو كذلك مفيد جدا للثقالين كما راكم تشوفوا. انا استخدمت هنايا استخدمت هنايا خل الليمون، يعني هذا خل الليمون تقدروا تسيبوا جميع انواع الخل، كاين خل العنب، خل الليمون، خل التفاح. انا بغيت نستخدم هذه الوصفه خل الليمون ونجحت معايا. انا استخدمه ملعقه صغيره من خل الليمون وينحف كذلك خل الليمون اللي بغيتنا تنحف، يعني تقدر تستعمل خل الليمون في السلطه وتاكل، يعني دير به ريجيم ما شاء الله. درنا ملعقه صغيره من خل الليمون في هذه الخلطه، راح ندخلوا كامل هذه المكونات في بعضهم حتى يعني يتنقعوا مليح مليح، هذاك الثوم والبصل وخل الليمون. يعني هذه وصفه ما شاء الله عليها، وصفه مليحه بزاف وناجحه للثقالين. يعني ان شاء الله غير تجربوا هذه الوصفه وما تخافوش ما راحش تضر بكم. هكذا دخلناهم كامل. نجي الان طريقه استعمال. بالنسبه لطريقه استعمال انا نستعمل لي كوتون ديسك، اللي عندها قطن عادي تستعمل قطن، ولكن من احسن تستخدموا هذا لي كوتون ديسك تاع اللي نحو بهم المكياج، مليح بزاف انهم يعني راح يغطوا لنا كامل المنطقه هذيك اللي فيها التقالي والحبه تاع التالول ويساعدونا بالشكل تاعهم. راح ندير قليل من هذاك الخليط اللي درناه، انا ما فيش التقالي ليسونسيال، راح نجرب لكم يعني ندير لكم الطريقه اللي راح تستعملوا بها. راح نحطوا هذا القطنه على المكان اللي فيه الثقالين، انا حطيت لكم فقط للتجربه. كاين نصيحه تقدروا تحطوا الفازلين على هذوك يعني الحواف اللي في الاطراف يعني اللي فيهم التقاليل باش الثوم يعني ما اثركمش على الجلد تاعكم، خاطر انا نباتوا يعني نخلوها كامل ليله كامله تبات هذه الوصفه. هنستعملوا الفازلين، استعملوا الفازلين الحواف فقط ولصقوها كما راكم تشوفوا، يعني اللي كانت عندكم هاد لي بوسمو تاع الجروح كامل لصقوها بهم عادي، لاخاطش علاه رانا راح نباتوا بها كما قلت لكم، ولا درتو قطنه فقط راح تطير، لازم تلصقوها مليح باش كامل هذوك التقالين ينحرقوا بهذه المواد اللي درناها، والصباح ان شاء الله راح تطيروها عادي، يعني راح تطيروا هاد القطنه وراح تطيروا معها التقالين، يعني تقعدوا تحكوا بهذه القطنه تاعكم
ومن بعد كي تقلعوا كامل هذه الوصفه غسلوه بالماء البارد باش هذاك الجلد كما نقولوا يبرد ما يقعدش متهيج. يعني نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، ما تنساوش تخلوا لنا لايك للفيديو اذا عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.